أخيرا أستاذ عماد، الحوار الوطني والجمهورية الجديدة، ماذا يقول الكاتب والنائب عماد الدين حسين عنهم؟ الحوار الوطني أنا كان من حسن حظي إن أنا يعني كنت حاضر في افتتاح حصاد موسم القمح في تشكى لما الرئيس لمح لأول مرة وقال نحن نحتاج هذا الحوار عشان الجمهورية الجديدة، ثم كنت حاضرا أيضا في إفطار الأسر المصرية لما تحدث بتفصيل أكثر عن هذا الحوار. أنا قلت وكتبت ده أكثر من مرة، هذه دعوة مقدرة ومرحب بها وينبغي على الجميع أن يرحب بها ويدعمها بكل الطرق. النهاردة يعني ونحن نتحدث يعني إدارة الحوار الوطني قررت أن عينت ضياء رشوان منسقا عاما بهذا الحوار ومستشار محمود فوزي رئيسا للجنة الفنية، ودي خطوة مهمة جدا، وكمان أعلنت عن موعد بدء الحوار في الأسبوع الأول من يوليو. ده تطور مهم جدا اللي بيحصل. انا اظن انه يعني قدامنا فرصه جيده جدا جدا لو القوى الوطنيه والحكومه معا يعني تكاتفوا للوصول بهذا الحوار الى بره الامان، والرئيس تعهد قال ان انا هحضر في الجزء الختامي وهنفذ كل التوصيات اللي الناس هيوصلوا ليها. البوادر حسن النيه اللي عملتها الدوله باطلاق بعض المحبوسين دي كانت يعني خطوة مقدرة ومهمة تنفس بعض الاحتقان الموجود. نحن محتاجين الحوار ده، أتمنى مجموعة من نمرة واحد إن هو يعني العودة للتحالف 30 يونيو الذي قاد الثورة على المتطرفين يعود بصورة عصرية. النقطة الثانية والمهمة طبعا هو الوصول إلى أكبر قدر من التوافق الوطني. إحنا كنا بنسمع سيادة الرئيس بيتكلم دايما بنقول طول ما الشعب المصري متكاتف وطول ما هو مع بعضه ما فيش اي خطر يهدد مصر. لما الحوار ده يؤدي الى تمكين هذا التعاون والتحالف والتآزر، وده هيزيد من مناعه الجسد المصري ضد اي اوبئه او امراض او فيروسات سواء كانت محليه او خارجيه. وبالتالي انا ظني انه في كل الاحوال الحوار سينجح ان شاء الله. اتمنى انه يحقق اكبر قدر من علامات النجاح، لانه احنا داخلين على مرحله صعبه، مش احنا بس، المنطقه العربيه والعالم اللي بيحصل فيه لازم نربط حالنا بحال العالم. احنا جزء من العالم، في حرب بارده للاسف الشديد بدات تستعر بين امريكا بين روسيا والغرب ككل، ثم بين روسيا والصين وربما الغرب في مرحله لاحقه، والعالم بيعود للوراء تماما، والعولمه من المفهوم القديم قضي عليها تقريبا، واخشى ان احنا نصل الى مرحله اسوء يكون الدول الصغرى والمتوسطه مطالبه ان تكون اما في هذا المعسكر او ذاك. وبالتالي مصر دوله كبرى، مصر يعني دور مهم جدا. بنشكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق.